رب اشرح صدورنا ويسر امورنا ووسع ارزاقنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اشملنا بشفاعته، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا. اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهد لنا اولادنا، اللهم اهد لنا اولادنا، اللهم لقد فسد الزمان فنجنا، اللهم لقد عذب الطبيب فداونا، يا رب قلت حيلتي فتولنا. آمين. واشهد ان لا اله الا الله. اذا نام ابن ادم على فراش الموت انقطع رزقه من الدنيا، فيدخل عليه الملك فيقول له: السلام عليك ايها الميت المسافر والمسكين المودع، لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك على وجه الارض لقمة طعام تاكلها. ويدخل عليه الملك الثاني: ابن ادم، ايها الميت المسافر والمسكين المودع، لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك على وجه الارض شربة ماء تشربها. ويدخل عليه الثالث: ابن ادم، ايها الميت المسافر والمسكين المودع، لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك على وجه الارض خطوة تمشيها. ويدخل عليه رابع: ابن ادم، ايها الميت المسافر والمسكين المودع، لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك على وجه الارض نفس تتنفس به. وعند كلمة به، عند كلمة نفس تتنفس به، ان قالها في الشهيق لم يخرج الميت الزفير، وان قالها في الزفير لم ياخذ الميت الشهيق. كل الانفاس عند الله معدودة، كل الانفاس عند الله معدودة، وكل الاماكن عند الله محدودة. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله افني بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها
من الذي له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم؟ من كل شيء قائم به؟ من كل شيء خاشع له؟ من رضا كل بائس؟ من قوة كل ضعيف؟ من مأمن كل ملهوف؟ من عز كل ذليل؟ من غنى كل فقير؟ من الودود؟ من المجيد؟ من الغفور؟ من الشكور؟ من الصبور؟ من الفعال لما يريد؟ من الرحمن؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من القريش؟ من العفو؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من القهار؟ من الغفار؟ من الجبار؟ من الوهاب؟ من التواب؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واحد الواحد؟ الشمس والبدر، الشمس والبدر من انوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش قدسه، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه زهرا فيصرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الناس يعصونه جهرا فيصره، يعصونه جهرا فيصرهم، والعبد ينسى، العبد ينسى وربي ليس ينساه. عبدي قطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، قطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. قطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، عصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. قبلناك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله نقل البشرية من خمسة الى خمسة، نقلها من الشك الى اليقين، ونقلها من الرياء الى الاخلاص،
ونقلها من الكبر الى التواضع، ونقلها من الرغبة في الدنيا الى الزهد فيها، ونقلها من العداوة الى النصيحة والمحبة. أبعد هذا الاصلاح اصلاح يقال؟ نبي اذا ذكر الخلق فهو صاحبه، واذا ذكرت الرحمة فهو اهلها، واذا ذكر الاصلاح فهو بانيه. نبي قال له ربه: وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد، لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا جلاء البصر، يا ذهاب الهم والغم والحزن، يا طب القلوب يا دواءها، يا عافية الأبدان يا شفاءها، يا نور الأبصار يا ضياءها، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحكيم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد بمشيئة مولانا جل في علاه مع الشرط الرابع من شروط قبول الصلاة، والشرط الرابع هو قضية القضايا، مركز الدائرة ومحور الارتكاز وحجر الزاوية والعنصر الفعال في ارجاء الحياة، كما هو. ايها السادة الاعزاء، مع الدرس الثاني والثلاثين بعد المئة الثالثة انتقل الى معلمنا ومرشدنا وقائدنا ونبينا وعظيمنا صاحب الرسالة العظماء، استاذ الانسانية الاكبر، قائد المسلمين الاعظم، محمد بن عبد الله. انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمه. المولى يتكلم: فلتنفتح القلوب لكلام خالقي. ولم يستقل على خد، ولم يبت مصرا على معصية. وقف الشرط الرابع وقطع مهاره في ذكري. فما هو الذكر؟ وما آدابه؟ وما حقيقة؟ أسئلة أردت بطرحها أن أضع النقاط على حروفها،
وأسمي الأشياء بأسمائها وعنصر المراكز الأصلية وأمركز العناصر الأساسية بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير. معشر السادة، الذكر هو استحضار عظمة الله تعالى في قلب العبد، فليس الذكر قاصرا على كلمات يرددها اللسان او تنبت بها الشفاه، انما الذكر ان تستحضر عظمة الله وجلاله وكبرياءه وخشيته في قلبك، سواء كنت قائما فاستحضر عظمة الله في قيامك، سواء كنت قاعدا استحضر عظمة الله في قعودك، سواء كنت نائما على جنبك مضطجعا استحضر عظمة الله في كل حال وعلى كل حال. ولا بد مع الذكر من فكر، فالذكر بلا فكر جفاء، والفكر بلا ذكر عداء، والفكر مع الفكر وفاء. ذكر بلا فكر جفاء، فكر بلا ذكر عداء، ذكر وفكر وفاء. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، من هم يا رب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ يذكرون ويتفكرون. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب الله. اذن فليس الذكر قاصرا على كلمات يلوكها اللسان وهو غافل عن ذكر الواحد الديان. اسمع معي الى ما قاله العارف بالله سفيان الثوري رضي الله عنه. جاءه رجل وقال له: يا سفيان، اني اشكو مرض البعد عن الله. مرض انه داء الداء ومقمن العلل وعلة البلاء، مرض البعد عن الله. فقال له سفيان: يا هذا، عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية واوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى من مرضك باذن الله. الذكر عمل القلوب، والقلوب احيانا تكون في مقام الجلال لله، واحيانا تكون في مقام الرحمة. ان كانت في مقام الجلال وجلت
وإن كانت في مقام الرحمة اطمأنت، وفي المقامين يقول تعالى في أولهما: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي المقام الثاني يقول مولانا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر قضية القضايا، وأنا لا أبالغ في الحقيقة إذا ما قلت لحضراتكم: لو أن المجتمع ذكر الله ما رأيت في السجون قاتلا، ولا في البيوت عاطلا، ولا في الطريق ساكنا. لو أن المجتمع استحضر عظمة الرقيب الأعلى في قلبه ما كنا في حاجة إلى نيابة عسكرية ولا مكافحة تخريب الأموال ولا نيابات تمويه ولا ديوان محاسبة ولا مخالفات مالية. لو استحضر كل إنسان عظمة الرقيب الأعلى في قلبه لكان مثل بنت بائعة اللبن. واسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان اردد على اسماع سيادتكم ذلك النشيد القدسي الرفيع الذي رددته بنت بائعة اللبن امام فاروق هذه الامة امام عمر. وما أدراك ما عمر؟ رجل إذا ذكر اسمه اقترن بالعدل والإصلاح والزهد والتقوى والورع. رجل كان يستطيع أن يعب من أموال الرعية وأن يقيم في الأبراج العاجية وأن يعيش في سرر مرفوعة وأكوام موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابية مكتوتة وجنات عالية قطوفها دانية فيها عين جارية. كان يستطيع كل هذا لانه ملكها من محيطها الى خليجها. ومع ذلك جاءه ضيف على حين غفلة، فلما جلس معه في بيته قال امير المؤمنين لزوجته كوكب الاسلام ام كلثوم بنت الامام علي وفاطمة ريحانة رسول الله، قال لها: يا ام كلثوم، ان عندي ضيفا، فماذا عندك من الطعام؟ امير المؤمنين عنده ضيف، فماذا عندك يا ام كلثوم من الطعام؟ والله لو سمعتم ماذا عندها لكأنما نزلت على القلوب صاعقة تحركها كالريشة في مهب العواصف. قالت له: يا امير المؤمنين، ليس عندي من الطعام
الا قطعه خبز وبعض حصاه الملح. ما هذا؟ بيت من هذا؟ بيت خفير، بيت فلاح فقير، بيت عامل بائس؟ لا. اذا فمن بيت هذا؟ لمن هذا البيت؟ بيت حاكم الامه، بيت العملاق الكبير، بيت جبار الجاهليه وعملاق الاسلام، بيت رجل لم يستطع الغرور ان يقتحم عليه اسوار نفسه المنيعه، بيت رجل عندما اسلم كان اسلامه نصرا، وعندما هاجر كانت هجرته فتحا، وعندما تولى الخلافه كانت خلافته رحمه. خبز وبعض حصاه ملح. انت يا ريحانه رسول الله، يا قطعه من بدن المصطفى، يا ام كلثوم، يا كوكب الاسلام، يا زوج امير المؤمنين، تعيشين على الخبز وبعض حصاه الملح. وهو الذي قهر الأكاسرة وطوق بذراعيه القياصرة، جاءه من ضمن الغنائم في كسرى، جاءته سجادة عجمية، لما فرشوها بسطت على المدينة المنورة كلها. سجادة من غنائم كسرى فرشت المدينة كلها. فهل اصدر عمر قرارا ان تؤمم لصالح بيته؟ لا، لقد قطعها قطعا قطعا وقسمها على المسلمين بالتساوي، ولم يرضى ان يأخذ منها قطعة في بيته، وقال اخشى ان يقول الله لي يوم القيامة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بيت امير المؤمنين طعامه الملح والخبز، وجيء بهما واكل مع ضيفه، اكل الخبز والملح، ولكن الخبز والملح في رضا الله خير من الدنيا وما فيها، لانها حلال، لقمة حلال عندما تستقر في جوف ابن آدم يغفر الله لصاحبها، لقمة من حلال. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها، قومي لبيت المال رديها. فذات اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. لماذا؟ لماذا فعل عمر كل هذا مع نفسه؟ لانه ذكر ربه. هل كان هناك سلطة فوق عمر الا سلطان الله؟ هل خاف عمر ان يحول الى القضاء الاداري ومجلس الدولة؟
هل خاف عمر ان يحول الى قسم الكسب الحرام؟ هل خاف عمر ان يحاكم امام محكمة الثورة؟ ان عمر لم يخف الا الله، ولم يكن عمر يخاف الا الله، لذلك اتقى الله وقال لاهله يا اهل عمر اتقوا الله فان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى اللحم، كما ينظر الطير الى اللحم. ماذا قالت له بنت بائع؟ ماذا قالت له بنت بائعة اللبن؟ انها ذكرت ربها وقالت لامها بعدما غشت اللبن بالماء: يا امه اتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على امير المؤمنين؟ نشيد، نشيد عزف على قيثارة مقدسة، لكن المسلمين قطعوا اوتارها ولم يبق منها سوى خيط الذكر الرفيع. نشيد قدسي سرى في سمع السمان سريان الكهرباء في اسلاك البلاتين. يا اماه، يا اماه، اتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على امير المؤمنين؟ عمر يصدع، ما هذا الصوت؟ من تلك التي تنادي عليك يا بائعة اللبن؟ تقول له انها ابنتي وتخاطبك بهذه اللهجة. قالت: يا امير المؤمنين، والله لا تدري ماذا قالت لي وانا اخلط اللبن بالماء. قالت لي: الم ينهك امير المؤمنين عن هذا؟ فقلت لها: وهل يراني امير المؤمنين؟ فقالت لي: ان كان امير المؤمنين لا يرانا فان الله رب العالمين يرانا. ذكر الله، ذكر الله، ليس كلمات ترددها الالسنة وتنبت بها الشفاة. ذكر الله نار يعكسه الله في القلب. ذكر الله. فماذا فعل عمر؟ ماذا فعل مع بنت بائعة اللبن؟ اراد ان يعطيها جائزة الدولة التقديرية وفاء لامانته، لم يعطها لممثل ولا ممثلة ولا لساخر ولا لساخرة. اراد ان يعطيها جائزة الدولة التقديرية على امانتها. فقال لابنائه، قال لعبد الله ولعبيد الله ولعاصم: من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن؟ وصمت الجميع: نحن ابناء امير المؤمنين، أنتزوج بنت بائعة اللبن يا أبانا؟ فقال عمر بعدما قطع هذا الصمت بصوته القوي، وكان عمر إذا قال أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع، قال: والله لو لم يتزوجها أحدكم لتزوجتها أنا. لا اله الا الله.
انني كلما ذكرت هذا المشهد شعرت بقشعريرة تنتاب بدني، وكأني اقف في وهدة سحيقة، واطل بناظري الى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ذراها. امير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن او يريد ذلك؟ نعم، انه لا يتزوجها جسدا، انما يتزوجها قيمة من القيم، من القيم الخلقية، ومثلا من المثل الرفيعة. انه يتزوج الامانة في اسمى معانيها وفي اعلى مغانيها وفي اشرف مراميها ومغازيها ومبانيها. انها الامانة، وهل بعد الامانة شيء؟ ان نبيكم محمدا كان يلقب بالصادق الامين، الصادق الامين، وهو الذي قال لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له. ويتزوجها عاصم بن عمر، يتزوج ابن امير المؤمنين بنت بائعة اللبن، يتزوجها ويعيش معها عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية، وتنجب منه فتاة اسمها ليلى، ليلى بنت عاصم ابن عمر. وتتزوج ليلى بنت بائعة اللبن بنت عاصم ابن عمر، تتزوج بعبد العزيز ابن مروان، وتنجب منه خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. امه بنت بائعة اللبن، ام عمر بن عبد العزيز الذي كان يخاف من الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. امه بنت بائعة اللبن، فما بال اغنيائنا، ما بال اغنيائنا اذا زوجوا لا ينظرون الا الى ماديات الحياة. ولو طلب الفقير منهم نصف كيلو من اللحم لبخلوا به، ولو سئل الناس التراب لاوشكوا اذا قيل هاتوا ان يملوا ويمنعوا. ويقيم احد الاغنياء عرسا لابنه او عرسا لابنته يكلف ليلة الزكاة 5000 جنيه، وقبل ان يعقد المأذون العقد يكون هناك عربة هندا محملة بزجاجات البيرة. اهذه اعراس ام هذا غضب من الله؟ لو ذكروا الله، لو علموا انهم عما قليل سيموتون وسيلقون تحت اطباق التراب، وسيناديهم مولانا عندما يأتي الليل في اول ليلة في القبر: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا، وانا الحي الذي لا اموت. انا الحي. زوروا المقابر، زوروا المقابر واشهدوا الجنائز،
واحضروا غسل الميت. ان اردتم ان ترق قلوبكم فانظروا الى ابن ادم وهو يغسل. لم يستطع ان يخلع ثياب نفسه بنفسه. لم يستطع ان يخلع ثياب نفسه بنفسه. خلعوا ثيابه وكشفوا عورته. لم يستطع ان يذهب الى دورة المياه ليخلص نفسه من الفضلات بعد موته. فجاء المغسل وضغط على البطن. اغمضت العينان وذهب السمع ودخل الخدام في الفم وانفتح الفم ومال الانف وتغير المنظر واجلسه المغسل على الخشبة ثم لومه ثم على جنبه ثم على جنبه ثم حشى الجسم قطما. الفم قطم والاذنان قطما والمنافس كلها ملأت بالقطم ملأت بالقطم ولف في ادراج الكفن ثوب فيظل به حتى يلقى الله وهو الذي كان يغير كل يوم ثلاثة اثواب ظل في كفن واحد حتى ينفخ في الصور يوم القيامة. فسبحان الذي نفخ الروح في التراب فصار انسانا وسبحان من يقبض الروح من الانسان فيصير ترابا. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. الذكر ايها السادة الاعزاء استحضار لعظمة الله تعالى في القلب. فماذا قال الحبيب عن ذكر الله؟ هذا سؤال اجيب عنه بعد جلسة الاستراحة خشية ان يضيع الطريق من قدمي، فان عقارب الساعة لا ترحم في زحفها. ومن ثم فانني اعود بحضراتكم من هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. نموت وايامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قد لها عجبت وما لي لا اعجب. اول هو يلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. ارى الليل اطلبنا والنهار ولم ادر ايهما اطلب. احاط الجديدان جمعا بنا وليس لنا منهما محرب. وكل له مدة تنقضي وكل له اثر يكتب. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله ولينا فنعم المولى ونعم النصير. أيها المسلمون الأعزاء، اسمعوا إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق عن الفكر. إنها كلمة موجزة المبنى لكنها عظيمة المعنى. يقول الحبيب في إيجاز وجيز لكنه معجز وعزيز: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الذكر على سبعة انواع: ذكر العينين البكاء، وذكر الاذنين الاصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. فكما ان لكل جارحة من الجوارح معصية، كذلك لكل جارحة من الجوارح ذكرا تذكر به الله. لو ان المجتمع الذي نحيا على ارضه ذكر الله ما عصى الله، ولكن للأسى والأسف بعدما هبطت علينا رياح هود من الشرق الملحد مرة، ومن الغرب المنحل مرة، من روسيا مرة، ومن امريكا مرة، ومن فرطر مرة، اخذ شبابنا يعكف على قراءة كتب الجنس والانحلال، ودخلت الافلام مع المستديون في غرفات النوم، وتدخل بعض بيوت المسلمين فترى فيها نوعين من المستديون او المتلفيون، هذا ملون وذاك اسود وابيض. ما نتيجة كل هذا؟ نتيجة كل هذا ان الاعصاب اصيبت بالانهيار في مدة 10 ايام مرت بيا. عرض علي 4 حالات وكلها من نوع واحد. 10 ايام. 10 ايام مضت. عرضت علي 4 حالات وكلها من نوع واحد. فتيات في ليلة الزفاف عندما يدخلن غرفة الدخول يصبن بالانهيار العصبي ويفقدن النطق. فإذا رأت زوجها بعد ذلك صرخت وولولت وخرجت في الطريق تجري. ما نتيجة كل هذا؟ وما أسبابه؟ أما الأسباب فلأن البيوت خلت من ذكر الله، خلت من ملائكة الرحمة، أفلام بالليل ومسرحيات عصرا ومباريات كرة كل يوم، والله تبارك وتعالى ينادي في عليائه ويقول وهو أصدق القائلين: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم القونه السلام، واعد لهم اجرا كريما. ذكر الله خلق منه بيوت المسلمين، فماذا بقي؟ ماذا بقي في بيوتنا؟ بقي في بيوتنا بدع منكرات. هل قال لك الله يا والد العروس، هل قال لك الله اذهب ببنتك الى حلاق الدين ليلة زفافها؟ هل قال لك الله ذلك ليلة زفافها تذهب بها الى ما يسمى بالكوافير ليدور حولها ويصفق شعرها ويلمس بأنامله العاصية ملامس العفة في جسمها؟ هل قال لك الله يا مسلم هذا؟ هل قال لك الله ليلة زفاف ابنتك اذهب الى حلاق الدين ليدور حولها ويلمس شعرها ووجهها وملامس العفة في كرائم جسمها وانت راض بهذا؟ ان الحبيب محمدا يقول لا يدخل الجنة ديوث. قالوا وما الديوث يا رسول الله؟ قالوا الذي لا يغار على عرض، لا يغار على عرضه. ان امرأة جاءت الى الحبيب المصطفى وكانت تلبس خلخالا في رجليها واخذت تضرب الارض برجليها في مشيتها ليسمع للخلخال رنين خلخال. جعل المولى تبارك اسمه يعلن حالة الطواري في السماء بنسبة 100%، وينزل الامين جبريل على الامين محمد يجوب الافاق ويطوي باجنحته السبع الصباع بقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتابوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبحانك. رنة خلخال تحت الثياب تفزع لها السماوات العلى. ان الاسلام لا يبيح للمرة ان تؤذن للصلاة، لا يبيح لها ان تؤذن. والاذان توحيد وشهادة بالرسالة لسيدنا محمد، ومع ذلك لو اذنت المرأة نزلت عليها اللعنة من فوق سبع سماوات. ان ابا هريرة رضي الله عنه مرت فيه امرأة ذاهبة الى المسجد للصلاة فشم منها ريحا طيبا لانها كانت معطرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول
اذا استعطرت المرأة ومرت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية، وكل عين تنظر اليها زانية. فقال لها ابا هريرة، قال لها ابو هريرة: الى اين يا امة الجبار؟ قالت: الى المسجد يصلي. قال لها: ارجعي الى بيتك واسيلي عطرك واغتسلي غسلك الجنابة. ارجعي الى بيتك واسيلي عطرك واغتسلي غسلك الجنابة، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة معطرة حتى تزيل عطرها وتغتسل غسلها للجنابة. هذه كانت ذاهبة الى اين؟ الى بيت الله، الى بيت الله. ان جمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق، لان جمال الخلاق مكتوب عليه صنع الله الذي اتقن كل شيء، اما جمال الحلاق فلا بقاء له ولا رواء ولا جمال. معشر السادة، لماذا اصيبت بيوتنا بانواع الانعيار العصبي؟ لماذا؟ لان الشياطين عششت. ولماذا عششت؟ لما فرت ملائكة الرحمة. ولماذا فرت؟ لان هناك في البيوت سينماوات وغناء واشياء لا يرضى بها الله. والحبيب محمد يقول: اياكم والغناء، فان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. اياكم والغناء، فان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ولما مليت القلوب غناء اصبحت خاوية من ذكر الله، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. معشر السادة، اذا فماذا نصنع ليلة زفافنا ليطرد الله الشياطين من بيوتنا؟ اسمعوا ما صنعه الحبيب محمد، اسمعوا ما صنعه الحبيب. لم يذهب زوجته الى حلاق، ولم يحضر سيارة هوندا مليئة بالبيرة، والبيرة خمر نهى عنه النبي ونص على ذلك، نص على تحريم البيرة، وقال: اياكم وشراب الجعة. قالوا: وما شراب الجعة؟ قال: هو ماء الشعير، والبيرة تصنع من الشعير. وهذا حديث صحيح وصريح في تحريم البيرة التي ما خلا منها محل ولا ثلاجة في البيوت، في بيوت المسلمين الذين سمعوا كلام ربهم وكلام نبيهم، ولم يقولوا سمعنا واطعنا، انما قالوا سمعنا وعصينا. اقسم بالله العظيم، البيرة حرام، ونص على ذلك الحبيب محمد، نص على ذلك الحبيب المصطفى. لم يحضر النبي سيارة بيرة، ولم يحضر فرقة ناجمة حتى اذان الفجر تغني وترقص
ما هذا؟ نحتفل بليلة الزفاف. وما ليلة الزفاف؟ ان ليلة الزفاف عبارة عن توقيع على عقد شركة مساهمة مكتوب عليها ان رأس مالها المودة والرحمة. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هنبدأ هذه الشركة بما يغضب الله. ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر. فاذا خان احدهما الاخر خرجت من بينهما وكان الشيطان ثالثهما. وهل هناك رضا من الله اذا بدأنا ليلة الزفاف بالذهاب الى حلاق الدين وبشرب الخمور وبسماع الغناء وبالرقص والطب؟ اذا انت ماذا نصنع؟ اسمع ما صنعه حبيبك محمد لتعيش عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. عندما دخل بام المؤمنين عائشة صلى بها ركعتين شكرا لله تعالى. وبعدما سلم من صلاة الركعتين جيء له بقدح من حليب. هذا الحليب لتكون الحياة صافية صافية. صفاء السماء أنصع من ماء الغمام وأكثر من السحابة في سمائها. ثم وضع يده اليمنى على مقدم رأسها ودعا الله قائلا: اللهم بارك لي فيها، اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له. أهناك انطق من هذه السنن؟ ماذا فعلت البيرة بعقول الناس؟ اصابتهم بانهيار الاعصاب وسوء الخلق. لما اصيب اغنياء المسلمين بالسفه في التصرفات يمسك احدهم على الليلة الواحدة 5000 جنيه. 5 وصوار وغناء ورق وحلاق وسيارات. تمر بالعروس في شوارع القاهرة: صلي صلي صلي، واللي ما يصلي ابوه ارملي، وفضائح ومخازي. ابهذا اوصانا ربنا؟ ابهذا اوصانا نبينا؟ والله الذي لا اله غيره لقد فزعت وانا اقرا في هذا الاسبوع من ضمن القاذورات التي نشرتها صحفنا ان مديرا لاحد الجمعيات الاستهلاكية باع حصة كاملة من دجاج الشعب تبلغ 300 دجاجة. باعها صفقة واحدة لتاجر ربح في الدجاجة الواحدة 30 قرشا، 90 جنيه في لحظة من قوت الشعب المسكين. وفزعت عندما قرأت هذا النبأ. رجل تزوج بفتاة، وبعدما تزوجها وقع في شباك امها، احب حماسة، فماذا يفعل؟ ايتزوجها على امرأته؟ حرام. اذا فماذا يفعل؟ حرام ان يجمع بينهما؟ حرام. اذا فليطلق زوجته؟ فطلق زوجته. ثم تزوج بامها، والزواج بامها حرام ايضا. في بلد الازهر، في بلد الازهر وفي بلد المساجد والمآذن يثنى بالنساء هكذا: يا هذا الغافل عن ذكر ربه،
ان العقد على البنات يحرم الامهات بمجرد ان تعقد زواجك على فتاة ولو لم تدخل بها يحرم عليك ان تتزوج بامها وام امها وان نفس. قال تعالى في المحرمات وامهات نسائكم. فالعقد على البنات ولو لم يدخل بالبنت يحرم امها تحريما ابديا الى يوم القيامة. والدخول بالامهات يحرم البنات الى يوم القيامة. قال تعالى وهو اصدق القائلين وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثم ماذا اذا عقد ابوك عقد زواجه على امرأة ولو لم يدخل بها وطلقها او مات عنها؟ يحرم عليك ان تتزوج امرأة ابيك الى يوم القيامة ولو لم يدخل ابوك بها. ولو لم يدخل ابوك بها فاذا تزوجتها بعدما عقد ابوك عقد زواجها كان زواجك بها اشد عند الله من الزنا. لماذا؟ لماذا كان زواج نساء الاباء اشد عند الله من الزنا؟ لماذا كان اشد عند الله من الزنا؟ لان الله قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في زواج نساء الاباء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزاده الله مقتا ولم يذكره في الزنا. قال في الزنا كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في زواج هؤلاء انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ما علاج هذه المصائب؟ ذكر الله. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب الا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما علاج امراض الاعصاب؟ علاجها كما وصى بذلك سيدنا محمد. اقرأوا سورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني لا تقوى عليها السحرة. اقرأوا سورة البقرة فان لم تقرأوها فاقرأوا آية الكرسي وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. فان هذه الصور لما نزلت على حبيب الله محمد اخبر ان البيت الذي تقرأ فيه لا يقربه الشيطان ابدا. ماذا يفعل الله؟ شاء
شاب يقتحم احد المساجد ويقتل به اثنين ليسرق بيت الله. ولو بحثتم وراء هذا الشاب وعلمتم ما وراءه من الخلفيات لوجدتم انه ما فعل ذلك الا لاحد ثلاثة اشياء: اما شارع العرم، واما الخمارات، واما نادي القمار الذي افتتح قريبا بجبل المقصم. اذا بحثتم مشكلة هذا الشيطان الذي تصور المحراب ونزل في المسجد ليسرق بيت الله، فلما اعترضه الحارسان مزق جسمهما بقرن الغزال تمزيقا، مع ان احد الحارسين متزوج ومعه 14 ولدا. قال: ما هناك نساء وخمر وقمار. نساء وخمر وقمار وغناء، نساء وخمر وقمار وغناء. يقول: ليلنا خمر واشواق تغني حولا. ليلنا خمر، لا، انه ليل الفاسقين. اما ليلنا نحن فذكر، ذكر. قالوا للحسن البصري رضي الله عنه وكان اكبر الوجه، وفجأة نظروا في وجهه فوجدوه قد ابيض، فقالوا له: يا حسن، ما الذي بيض وجهك وكنت اسمر؟ فقال الحسن: خلونا بالله ليلة نصلي بين يديه فكسانا من جماله ودهائه وكماله. قيام الليل، ليل الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الارض ايات للموقنين، وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فزحت، فزحت والله وانا اطالع صفوف يوم الاثنين الماضي وهي تعلن على لسان عضو في مجلس الشعب عن احدى دوائر القاهرة، يقول: ان خلو الرجل في المساكن اصبح 10 جنيهات. واعدت سماع الخبر لعل اذني قد اخطات الطريق الى سماع خلو الرجل ينزل من 5000 و4000 الى 10 جنيهات. قلت للقارئ: اعد علي الخبر. فعلمت ان خلو الرجل ليس في المساكن هذه، انما خلو الرجل لسكن الاحياء في مقابر الاموات. المقابر، المقابر اصبح الاحياء يسكنونها، دفنا بالحياة، وبعض الاحياء يعيش في عربات السكة الحديد، وبعض الاحياء يستولي على المساجد ليس له مأوى. المقابر، المقابر اصبحت تسكن للاحياء بخلو الرجل. وتسمع كلاما من وزير الاسكان، كلاما حلوا اشهى من العسل، ولكن الحقيقة امر من الصبر. ماذا يفعل الله بنا بعد هذا؟ فتيات يطلقن بسبب ازمات المساكن، احياء يسكن المقابر بخلو رجل ليعشن بجانب الاموات.
ليعشن بجانب الأموات. والإمام مالك بن أنس يقول: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقف الحي على قبر الميت ويقول له: يا ليتني مكانك. وها هي في ايام قد جاءت يا رسول الله، وقف الحي على قبر الميت وقال: يا ليتني مكان. معشر السادة، قبل ان افارق هذا المقام، ما اداب الذكر اذا كان الذكر علاج مصائبنا، يجلو قلوبنا ويقربنا الى ربنا. اداب الذكر ان تجلس كهيئتك في قراءة التشهد وتستقبل القبلة وتذكر الله في نفسك، كما قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وإذا ذكرت الله فيستحسن أن تكون متوضئا. أما التطويق ذات اليمين وذات الشمال فذاك استهزاء بصاحب العظمة والكبرياء، لا يليق مع الله ولا يجوز مع الله. هل يجوز للمسلم أن يذكر الله بألفاظ غير عربية؟ حال روع كسق هيوه شندخخ لجل بجل، هل يجوز ان نذكر الله بهذه الاسماء؟ الجواب على هذا السؤال من الله ذاته، قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. فمن اراد ان يذكر الله فليذكره باسمائه الحسنى. ان لله 99 اسما، 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة. اما شندخخ وحل روح وكسف فهذه الالفاظ قد تكون اسماء للشياطين، فكيف نذكر الله باسماء الشياطين؟ اتقوا الله، اتقوا الله واسمعوا واطيعوا، واسمعوا كلام ربكم واطيعوا نبيكم. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم استر عوراتنا وامر روعاتنا وفرج كروبنا وأد ديوننا وارفع راياتنا. اللهم لا تمكن اسرائيل من قطرة ماء من نيلنا. اللهم لا تمكن اسرائيل من مياه نيلنا. اللهم لا تمكن اسرائيل من مياه نيلنا. واجعل ماء النيل مباركا لصحرائنا. اللهم خضر ارضنا وفك اسرنا وارحم بعثنا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. سادتي واخواني، اقدروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه.